أسعد الله مساءكم أسعد الله قلوبكم أيها الأحبة الكرام ولقاء متجدد مع حضراتكم والحلقة الثامنة والثمانين حلقة اليوم بعنوان عندك حل هذا السؤال الذي سنطرحه اليوم هو سؤال استفهام ولكن تقرير بنفس الوقت نعم نعم عندك حل سنرى كيف أنه أنت الحل وأنا هو الحل عادة نسأل سؤال أيهما الابن وأيهما الأب الدولة ام المجتمع؟ من ينتج من؟ من يولد عن من؟ المجتمع يولد الدولة ولا الدولة تولد المجتمع؟ هذا السؤال قديم والان يتجدد محمد عبده والافغاني طرحوا هذا السؤال هذين السؤالين الافغاني يقول لا الدولة واصلاح الدولة تبدا قبل اصلاح المجتمع، محمد عبده قلب المعادلة وقال لا المجتمع واصلاح المجتمع هو المقدمة لاصلاح الدولة. اليوم أنا مع الرأي الثاني مع رأي محمد عبدة أنا أقول ذهب زمن الانقلابات يأتينا البطل المحرر وبالتالي نصفق له ويصنع ثورة وبالتالي يبدأ التغيير ويبدأ المجتمع يتغير هذا انتهى هذا الزمن اليوم زمن التأسيس المجتمعي أنا أقول ما ظل بعد مخلص وبطل يستطيع أن ينقذ الموقف اللي احنا نعيشه اليوم في 2021 لابد للمجتمع ان يتحمل مسؤوليه التغيير والنهضه، نعم المجتمع وكيف يتحمل المجتمع والمجتمع نفسه في ازمه وفي مشاكل وفي مصاعب متجدده ومتكرره. الشغله يمك، نعم الشغله يمك، وراح تقول لي انا ما عندي امكانيه، المفروض امكانيه الدوله، الدوله اللي لازم تستوعب المواطنين وتستوعب المجتمع. وتقدم له خدمات وتقدم له وتتحمل مسؤوليه النهضه والتنميه ودوله تملك قدرات وتملك جيش وتملك رواتب وتملك مؤسسات وتعوفه هذه وانت تقول المجتمع اقول نعم يا صديقي المجتمع هو المعول على النهضه والتنميه صعب نستوعب هذا الكلام لان ما عندنا نماذج يمكن ان نصنع منها قاده في المجتمع وهؤلاء القاده يتبنون مشروع النهضه ويمكن استنساخ هذا النموذج. اليوم لما نشوف مهندس بعد ان اصيب الشارع اللي يربط الجامعه في الزهور بالازدحام الشديد جدا وانا شخصيا كنت اتعذب يوميا وياتي مهندس تابع للبلديه بموارد بسيطه وبخطه بسيطه يجعل مسار يعبر الى الجسر ويفتح فتحه وتنتهي المشكله من جذورها، مهندس بسيط ب 190 مليون يحل مشكلة كبيرة، لو تركناها على الدولة سنوات طوال وما راح نحصل شيء. شرطي مرور واقف بترافيك لايت وشبع هدايا، هذا نموذج رائع ايضا. هذان النموذجان ما موجود منهم بالموصل؟ الجواب موجود عشرات والاف النماذج الرائعة التي تستطيع ان تتبنى فكرة النهضة وفكرة التنمية. السؤال عندك مثل هؤلاء حتى نبرزهم وحتى يكون الحل يبدي مع هؤلاء؟ الجواب نعم، لكن هناك مشكله سنطرحها وبالتالي نؤكد لجواب هذه الحلقه عندك حل؟ نعم هناك حل سيعرض في هذه الحلقه. يا صديقي تخيل اكو الف مثل هذا المهندس الذي صنع الحل ببساطه جدا وبموارد بسيطه وبالتالي أه تشاهد الدوله الساكته المحايده التي صار لنا ثلاث سنوات المطار دي يعادل الموصل وانا أبشرك ماكو ما مطار يعادل الموصل الا بقرار سياسي مهندسي يصنع لك حل وقرار سياسي معطل وساكت هذا التناقض ينبغي ان نسلط الضوء على المجتمع الان هل يمكن استثمار المجتمع يا صديقي اقول نعم راح تقلي وتجاوبني تقلي صعب يا صديقي صعب المجتمع تثوره وتهيئوا للنهضة وللتنمية وتعال معايا شوف المجتمع وانت تعول على الناس وشوف نماذج من اللوقية في هذا المجتمع ونماذج من, المبتز من المبتزين في هذا المجتمع ونماذج شايلين خشمهم في هذا المجتمع ويمشي على الأرض مرحة ولا أحد يطيق يصله وهناك من يتقمص شخصية المفيد والنافع وهو إنسان عادي ويلبس رتبة عميد ولواء والناس الصدقوا، هذه النماذج هي التي خربت مشروعي، هي التي اسكتت هذا المهندس عن ان يبرز من امثاله في كل المسارات، في الجامعه وفي القضاء وفي المدارس وحتى في الاسواق، هناك رجال قادرين على تبني مشروع النهضه، لكن الخراب اللي موجود اجتماعيا غطى على النماذج الرائعه الايجابيه. طبعا بالمقابل هناك نموذج ثالث لناس حبابين لطفاء على الفطره على البركه لكن هذول ما عندهم شيء ليس لهم من الامر شيء لا يمتلكون سطوه ولا سلطه ولا فكره، هذول بس يصفقون لاي انسان يرفع شعارات للتنميه والنهضه، خطيه لانه قلب معلق بحب البلد وحب المدينه لكن ما يمتلكون القدره على وضع افكار النهضه وافكار التنميه. لا شك يا صديقي ان الحلول استعصاء لما نقول تعالوا نخرج مظاهرات يقول لك يابا ماكو فايده اللي ظهروا بالمظاهرات منهم جوكريه ومنهم انضربه ومنهم قتلوا فماكو فايده لما نقول لك نروح ننتخب يقول لك محسوم الامر كلها مزوره لما لما بعض النماذج استعانوا بالخارج سواء دول الاقليم او امريكا وهناك شلال دم صار في البلد وايضا حاله استعصاء إذا لا سبيل إلا من المجتمع وإلى المجتمع تبدأ النهضة معادلة من طرفين للنهضة أنا وأنت هي الحجر الأساس للنهضة وأنت ما نفكر بالموضوع وأنا ما نفكر الموضوع ملتهين اليوم بلقمة الخبز والكهرباء والماء والجسور والازدحامات والفوضى اللي نعيشها أغفلت عنا سؤال النهضة فصار بعيد عننا ولا يمكن لأحدنا أن يفكر وهنا بالضبط هنا هي المشكله اليوم انت وانا هو الحل خلي نشعل شمعه في هذا النفق المظلم لعلنا نبدا بدايه صحيحه جميع افراد المجتمع لم يستوعبوا الايه التي تقول تعاونوا على البر والتقوى العكس تماما هناك اجماع لبديل هذه الايه وهو التنافس الشرس التنافس الذي اكل الاخضر واليابس وجعلنا كلنا مشاريع لالغاء الاخر بدل ان نتعاون نلغي ونسحق الاخر لنفوز بالجائزه والجائزه هي خدعه لان ضررك من ضرري عندما تتضرر انت بعد فتره راح اتضرر انا وهذا اللي ما اكتشفناه الا بعد ان دفعنا الثمن قاسيا وغاليا اليوم اريد نفكر الفرق ما بين المنتج والمنهج لما اجيب حديد واصهره وادخله بماكنه وهذه الماكنه مستعده تطلع هذا الحديد ادوات معينه في الحياه مثلا هذه الماكنه تطلع سكاكين وهذه تطلع معالق وهذه تطلع مناشير اذا صار اشكال بهذه الماكنه المشكله اذا بالمنهج وليس بالماده الخام، الماده الخام هي هي الماكنه التي تخرج ملاعق مثلا ولكن بعد التشوه والتخريب والتقتيل والظروف الصعبه اللي دخلنا بها، الملاعق اصبح السكاكين تذبحنا بشكل مباشر وغير مباشر. اذا خلينا نعالج المنهج، خلينا نعالج الماكنه التي تنتج من هذا المجتمع نماذج رديئه لا يمكن التوكؤ عليها والاعتماد عليها لانها نماذج متنافسه متناحره مستعد يقتل عشرات لكي يفوز هو مستعد يخسر البلد ملايين لكي يفوز هو هذه المشكله في المعادله ثلاث اطراف الطرف الاول هي الماكنه والمنهج الذي ينتج جيل النهضه وجيل التنميه والطرف الثاني هي الناس البسطاء من احباء الذين يعشقون البلد وما يعرفون كيف ينفعون البلد والمرحله الاخيره مع الماكرين السارقين الفاسدين الذين يعرفون من اين تؤكل الكتف والذين يحولون عمار البلد وعمار المدينه الى خراب شديد الوضوح وانا لما اقول الماكينه اقصد بها مثلا منظومه التعليم اليوم منظومه التعليم التي لا تروج لادبيات التواصل والحوار وتقبل الاخر لما اشوف مناهجنا تربي الطالب وتعلم الطالب على المغالبة وعلى المنافسة بالتالي يظهر هذا الطالب بالسادس إعدادي وكل همه في الحياة أن يطلع درجة عالية دي يروح إلى كلية محترمة دي يصير إنسان محترم ويضمن العمل والراتب فقط حب الوطن أين نفع البلد أين خدمة الناس أين في المناهج طبعا على الورق موجودة ولكن عملياً المنظومة التعليمية لا تؤدي إلى خلق جيل متعاون يقبل الآخر أيها الأحبة الكرام الحلقة متواصلة معكم نخرج فاصلا قصيرا ونعود سوية وعودة مجددة أيها الأحبة الكرام والحلقة الثامنة والثمانين هل عندك حل؟ نعم يا صديقي، انت هو الحل، ولكن خلي نشوف اليوم المستويات المتدنيه في علاقتنا المشوهه اجتماعيا، تعال معاي نروح الى المحكمه ونشوف قضايا مرعبه ما بين الحما والكنه والطلاقات المرعبه المخيفه وسببها ماكو ما تعاون، ماكو ما تفاهم، اكو مستوى من التسلط، اليوم لما السياره يعطى بها شيء بسيط تتوقف، والبيوت اليوم بها اشياء بسيطه ماكو قدرة على التواصل والتفاهم، ماكو فهم للاية وتعاون على البر والتقوى فتعطلت الحياة، لما تروح الى الجامعة وتشوف ابحاث طويلة عريضة ورسالات ماجستير ودكتوراه ضخمة وانا ما يهمني منها الا التوصيات والاستنتاجات، إلى أي مدى استطيع أنا بالمجتمع اليوم بالموصل استفاد من الجامعة التي تهديني الحل العلمي لا الأسطوري ولا الخرافي ولا المتشبع سياسيا أو دينيا؟ الكلام العلمي من الجامعة نأخذه ولكن سؤال هل الجامعة عند الحل اليوم أنا أطرح هذا السؤال اليوم قبل أيام السيد وزير التعليم العالي أوقف شيء كان خطير في البلد وهي رفض أن يقبل معادلة الشهادة معادلة الشهادة يعني أنت تروح تشتري من جورجيا أو من لبنان شهادة بكم مليون ويوافقوا لك عليها أوقفها هذا الرجل هذا لا يصح فعلا هذا لا يصح لأنه حتى نأسس إلى مجتمع يملك الحل لازم نعطي كل شيء وبقيمته الواقعية ونهضة المجتمع تبدأ من هذه الحقائق اليوم لما التربية توافق على العفو عن الغشاش وهذا الغشاش يتساوى هو والشاطر وبالتالي في يوم الله يطلع خمسين ويفوت كلية وأبو التسعين ما يحصل كلية هناك أزمة مجتمعية هناك النهضة متعطلة اجتماعيا ويقف الحل وأنا أقول عندك حل في, في حلقة اليوم اليوم لما تروح إلى السوق وتشوف الحياة اليومية هناك عالم ظاهر وهناك عالم خفي تحت الطاولة لما تروح إلى دائرة العقارات والطابة وشوف عشرات القضايا من التزوير وبدهاء قضايا أراضي زراعية تحولت إلى سكنية ومليارات الدنانير ذهبت وتقلي نهضة وتقلي حال وعندك حال عالج لهذه المواقف ليضع يدي بيدك لما تروح إلى الجوازات مثلا وشوف الازدحام والخبصة والمحسوبية لما تروح إلى الصيادلة وشوف الدواء التجاري يباع بدوا الأصلي لما تروح إلى السكارة في شارع الغابات وما أحد يقلم أنتم عد تعملون ولا عالم اجتماع موصلي ولا عالم نفس ينتبه لهم ويسمع لهم لعله عندهم حق او باطل وفننصحهم ونرشدهم ونعيدهم الى المجتمع لكي تبدا النهضه اجتماعيا. عندك حل نعم لكن عالج لي هذه الاخفاقات وهذه السلوكيات التي اصبحت شائعه وتمر علينا مرور الكرام ولا احد يدق الجرس للانذار ونطلب حل من امريكا ومن السياسيين. والذين خربونا اكثر وبالتالي خلي نكون صريحين يا احبتي اليوم بكل مكان بالموصل نشوف خصوم ومنافسين ولكن الشعار للاسف يا انا يا انت وهذه هي اصل الازمه انا لما اقول ممكن الحل خلينا نعالج هذه مال يا انا يا انت ونضع ونصحح الايه والتعاون على البر والتقوى ونقول هناك تعاون بصورة التنافس ممكن نعم يا أخي أنا وأنت ننجح ما ضروري أنا وأنت واحد يلغي أنا وأنت بس نحدد تداخل الصلاحيات ما هو مسؤوليتك أنت مسؤول عنه وما هو مسؤوليتي أنا مسؤول عنه وبالتالي التوزيع العادل للصلاحيات يعطينا فرصة متجددة للنهضة الاجتماعية لكن للأسف إحنا نشاهد عمليات القتل والتفجيرات والأبرياء تذهب وهناك قتل من نوع ثاني ما ملاحظ قتل معنوي فشل التعاون في مدننا هو قتل معنوي لاصل وجوهر النهضه وجوهر الحياه اليوم بعضنا يذبح من غير سكين لما ما يعطى فرصه لخدمه اهله ومدينته وبلده اليوم شعار الموصل اليوم من يرفض الواقع يموت وابسط مثال المتظاهرون الذين خرجوا ودفعوا دمهم قتلوا هؤلاء يريدون أن يرفضون الواقع الرديء لكن ماكو فرصة لأنه ما أعطتهم الحياة اليومية ما أعطتهم مجال أن يعلنون عن أنفسهم النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليعلمنا الرفض لا إله إلا الله هي الرفض لكل الذين يتحكمون بمصيرنا يبدأ التعاون مع كلمة الرفض لكل من هو ينافسك وكل هو من يريد أن يحطمك هناك مجموعة لاءات علمنا إياها النبي لا للصنم، ما يصير شخص يتحكم بينا وبإشارة منه يقف سرة في الدائرة الفلانية أو الجسر الفلاني والناس تتعذب يوم بعد يوم، ما يصير نفاق المجتمع لكل ذي سطوة يخرب بالبلد والناس تصفق له، ما يصير رهبانية وعزوف عن المشاركة المجتمعية والرضا بالقناعة بالموجود، ما يصير كهنوت ونقول فلان الفلاني لأنه شيخ ولأنه رئيس عشيرة ولأنه ضابط ولأنه مسؤول فهو له الصلاحية أن يتحكم بمسارنا وحياتنا واللاء الكبرى هي لا أسرار في الحياة إحنا مشكلتنا أن حياتنا مليانة بالأسرار وهذه الأسرار أتاحت للمخربين والسارقين والمفسدين أن يدلوا بدلوهم اليوم إذا أنت مسنود كل شيء ماكو عليك لا تخاف ولكن إذا ما عندك ظهر من الذبان أنت خايف وما تستطيع ان تبرز نموذجك وتريد تنفع البلد ما حد يعينك ولا حد يسندك اليوم حلقه اليوم عندك حلقه جواب لا لحد الان لان الخامه بها مشكله الانسان اللي يعشق النهضه لهذه المدينه اما ساكت واما غادر البلد واما هو الان في غياهب المصيبات والسجون غير مسموح له بان يساهم في نهضه البلد الانسان الذي يحتاجه اليوم هو الانسان المتصالح مع نفسه، المعاون لغيره، الحباب الذي يخدم ويضحي، المضحي لاخيه وجاره وابن عمه، وبالتالي النموذج المضحي المستعد لخدمه الناس وخدمه المجتمع. عندك حل؟ نعم ان شاء الله سنصحح هذه المعادله، نخرج فاصلا قصيرا ايها الاحبه لتستمر بكم الرحله. وعوده مجدده ايها الاحبه الكرام وحلقه اليوم عندك حل نحاول ان نستكشف هذا هذه الثغرات في المجتمع ونقول الانسان المتصالح مع نفسه نعم يمتلك الحل ولكن على شرط ان يكون صلب نفسيا يواجه الواقع بنفس عميق ونفس طويل ونستطيع ان نتكئ عليه وهو انسان حقيقي يمد يده لكي ينقذ الاخرين هذا هذا النموذج لازم يتخلص من امراض مجتمعيه ابرزها اللامبالاه والخذلان ويقدم لنا مشاريع ويمتلك روح المبادره لا يصاب بالكابه والاشمئزاز من الوضع مهما كان رديء هذا الوضع. اليوم لكثره المصائب بعض المخلصين لهذه المدينه قرروا العزله ومعانا وما معانا لا يفرح معانا ولا يحزن معانا لا يحب معانا ولا يكره معانا. هو لا سلبي ولا ايجابي، عامل غير مساعد وبنفس الوقت هو معانا. اليوم هذا المعطاء الصادق الخدوم بدا يتحول الى فلسفه العزله وهو منكسر نفسيا لما يرى النماذج المشرقه تاخذ دوره بالمدينه. اليوم قبل كانت ماكو انجازات ولكن اليوم الانجازات بالمقلوب، الذي يفسد يبرز والذي يخرب يبرز والصادقين على الرف للاسف الشديد. لما يكون هذه الحياة يقودها الأعقل الأكثر حبا تبدأ هذه الحلقة تفعل مفعولة ويبدأ الحل مع المجتمع المستعد للنهضة وهذا المنكسر ربما جرب مرة أو مرتين ولكن شاف ماكو فائدة وبالتالي قرر العزلة وإذا أردنا أن نعين هذا النموذج ونصحح معه ونبدأ بدايات صحيحة خلي نقبل بأي شخص حقاني طبعا اغلب الناس اليوم يضوجون من اي نموذج حقاني، لان هذا يقول هذا النموذج يقول هذا حقك وهذا حقي، والغلط غلط ولا يمكن تبريره، ولا يمكن تحسينه وتجميله، وما يصير نجامل لان المجاملات اخسرتنا كثيرا وجعلتنا ندفع ثمن غالي وقاسي. هناك خلط عجيب ما بين شخصيه رائعه تستطيع ان تفيد البلد ولكنه ضعيف بالقيمه الاجتماعيه. يخجل من ان يقدم مشروعه لان الذين سبقوه يمتلكون السطوه والسلطه والمال. الحساس اليوم في المدينه يمتلك احساس راقي ولكنه خجول لا يستطيع ان يثبت لنفسه انه قادر على انقاذ البلد وانقاذ المدينه وبث روح التفاؤل والنهضه. الناس من حول هذا النموذج ايضا يسببون ارباكا له. يجعلونه ينكفئ ويخرج من الدائره ويخرج من دائره الفعل لانه مكروه لانه يطالبهم ويطالب الناس بان يتحملوا مسؤوليه القرار، قرار نهضه المدينه، والذي يضرنا والذي يفسد بنا لا يسمح لهذا النموذج ان يدلو بدلوه لانه سيخسر كل ما يملك في هذه المدينه، اليوم قوه الشخصيه مو معناها انه تمتلك رصيد وحمايات وسلطه وسطوه ومنصب وراتب لا قوه الشخصيه اليوم انك فاهم ما يجري بالبلد وما يجري الذي يتحكم بالبلد من هو والذي يستطيع ان يقرر مستقبل هذه المدينه من هو وبالتالي المجتمع الذي يؤازر الذي يخطئ فالمجتمع سيتحمل الكثير من اخطائه المستقبليه لما انا اتحكم بمشاعري وقراراتي وبالتالي اكون واضح مع ولاءاتي لا اكون مع الذي يفسد بل ابحث بحثا دقيقا ومخلصا عن اي نموذج يستطيع ان ينفع البلد سواء كان مدرس في مدرسه او مهندس في دائره او طبيب في مستشفى او محامي في محكمه هناك الكثير من النماذج الرائعه التي هي مستعده لخدمه البلد ولكن هذا النموذج مغطى خشيه المجتمع والمجتمع لا يتحمل هنا المسؤولية لأن المشهد يمشي والخراب يزداد وسنة بعد سنة ننتظر مشاريع الناظة ولن تأتي مشاريع الناظة لأن المجتمع منعزل وخارج مسؤولية التنمية للمستقبل للأسف النموذج الرديء سحب إليه النموذج النافع الإيجابي وصرنا يوم بعد يوم نقلد النموذج المسيء وبالتالي حتى على المستوى الاجتماعي ازدادت مشاكلنا وتعقدت مصيباتنا، اليوم لما اشوف فكره مجتمعيه الكل قابل بها ان كل ما يحصل بيد الله وهو فعلا كل ما يحصل بيد الله سبحانه وتعالى ولكن هذه تحتاج مراجعه وتصحيح وتدقيق، انت مسؤول عن اخفاقاتك والله يعينك اذا انت بدات تقول انه انا مسؤول عن اخفاقاتي. لكن إذا أنت تنتظر الآخرين يصححون لك ويبذلون لك فأنت تحمل هم مركب وأنت للبلد مشكلة مركبة أولا لأنك لم تتحمل مسؤوليتك قرارك أنت وثانيا لأن خليت الناس الآخرين يحاولون أن ينهضون بك والجميع واقع بالحفرة اليوم لما تشوف شخص متعلق بغيره فاعلم أن هذا النموذج عمل الغاء لذاته ومواهبه وقدراته وبالتالي يسحق نفسه سحقا ويؤذي البلد من حيث لا يشعر هناك توجيه نبوي يقول لا يحقرن احدكم نفسه مجتمع افراده ما عنده وضوح بالهدف لما تسال اي واحد انت ايش تريد من حياتك المجتمعيه اغلبنا ما يعرف لان اغلبنا منشغل بس يرقع ويقاوم الظروف الصعبه والظروف الشبه مستحيلة الذي ينكسر بسهولة غير جاهز لأن تعتمد عليه أساسا هذا النموذج رخو فلا يمكن الاعتماد عليه وهذا النموذج بسرعة يبدل المواقف وكمجتمع إن أردنا الارتقاء لازم نعزل أنفسنا من يعرف نفسه قادر على أن يساهم في النهضة ومنهم ضيع نفسه وتائه مع هذه المتاهات التي تزداد كما ونوعا. اليوم لما تشوف ماكو حزم بالبلد والمخالف لا يلاقي العقوبه التي تناسب الخلل الذي يربكه ويسبب خطر للمجتمع راح تشعر ان هذا المجتمع كما هو ولدك يحتاج الى تربيه واعاده تربيه من جديد واعاده تقييم وتقويم وضبط الامور ووضع الامور كلها في نصابها. اليوم الحزم مطلوب لما تريد صاحبك دوم حاسبه كل يوم كافي نغطي عيوبنا وكافي نتهم بعضنا وكافي نتهم أن الغرب هو سبب مصائبنا مصائبنا سبب إحنا اليوم هناك فرصة ذهبية أن نتقبل بعضنا ونسمع بعضنا وفرصة للمصالحات الحقيقية وأن نعطي الرجل المناسب في المكان المناسب اليوم لما يكون عندك إحساس بالاحتياج لمن حولك وأن الذين من حولك هم ذخيرة لك فأنت فعلا تملك الحل وأن فعلا هذا المجتمع يملك, يملك الحل وجنة بلا ناس ما تنداس للأسف اليوم جنة الموصل فارغة من أصحاب المشاريع الناظوية اليوم كل الناس تفكر بأنانية مفرطة ولا يهتم الجميع لنهضة هذه المدينة ونهضة هذا البلد لمدى الخراب الذي حل بنا أطرح في هذه الحلقة فرصة لأعزائي وأصدقائي أن نكون نماذج مثل ما هذا المهندس قدم مشروع بسيط يمكن لك أن تقدم نفسك كفرصة لنهضة الموصل خفف شروطك لقبول الآخر وإذا زعل منك أعطيه فرصة وثانية وثالثة واقبله قبول الآخر هو الحل هو الكلمة السحرية التي تعوزنا في الموصل قبول أي إنسان يستطيع أن يسهم معنا في النهضة هو الحل الأريح والأنسب والأعقل لمستقبل آمن وسعيد لهذه المدينه الجميله معكم وبكم ولكم الحلقه مستمره واللقاءات متواصله اترككم برعايه الله وسدادي ورشادي على امل اللقاء بكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته